السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حلوين؟ اهلا بيكم معانا النهارده. يلا بينا عشان نتعرف على لتر جديد معانا. لتر دي دي لتر دي دي كابيتال دي سمول. معانا هنا حرف الدي قاعد في البيت وزعلان لوحده، والدودة الشقية معانا بره بتقول له انت زعلان ليه حرف الدي؟ قال لها علشان انا ليا كرش كبير خالص وعايز اخس ومش بقدر امشي خالص. علشان ايه؟ علشان حرف الدي كابيتال ليه كرش كبير خالص. قالت له اخرج بره البيت وامشي كتير علشان تخس. وسمع كلامها وخرج من البيت، بس هي ضحكت عليه واكلته هم هم هم. يلا بينا نكتبه. ده دي سمول دي سمول دي كابيتال دي سمول. ساوند اوف لتر دي حلوين. ده ده ده. يلا يلا بينا نعرف نكتبه ازاي على السطر. بصوا معايا، احنا طبعا معانا في الكراسه سطرين، حرف الدي كابيتال اللي هو ليه كرش كبير. بنبدا من فوق من هنا بوينت، وننزل نقف على السطر اللي تحت ما نتعدهوش، ونعمل بقى ايه؟ الكرش الكبير بتاعه. اجين اوكي، نقف فوق هنا فوق السطر الاول، نعمل بوينت، ننزل نقف على السطر اللي تحت ونعمل ايه؟ برافو عليكم، سامعاكم. الكرش الكبير بتاع حرف الدي كابيتال. يبقى ده ايه يا حلوين؟ دي كابيتال دي كابيتال. اوكي يلا بينا بقى عشان نعرف دي سمول ازاي بنكتبه في الكراسة. نعمل ايه؟ around up، وننزل تاني نعمل له الديل صغنن ده. again again. يلا نعمل ايه؟ around up، ونرجع ننزل تاني عشان الديل الصغنن. again اوكي، around up down. يبقى احنا كده كتبنا ايه؟ دي سمول دي سمول. يلا بينا نتعرف على الكلمه اللي معانا النهارده. دي صوره ضل ضل. يلا بينا نعرفها. ضل ده ضل ضل يعني عروسه. ضل يعني ايه؟ عروسة. برافو عليكم يا حلوين. يبقى احنا النهارده اتعرفنا على لتر دي 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 كابيتال دي سمول دي كابيتال دي سمول. The sound of letter D د د. اوكي والكلمة اللي معانا د دول د دول. اوكي حلوين، الشاطر بقى اللي عارف كلمة دول يكتبها في الكراسة علشان نشوفها. اوكي يلا يا حلوين، باي باي.